لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم وحلقة جديدة وأسرار النجوم على نجوم أف أم. والنهاردة ضيفتي اللي منوراني النهاردة المبدعة المحترمة نجلاء بدر، اللي على قد ما بتعيش معانا الأيام الأخيرة من مسلسل صوت وصورة وتجسيدها لشخصية نرمين والنجاح الكبير قوي 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 لهذا المسلسل والدورها تحديدا، إلا أن هي في الوقت نفسه أو النهاردة تحديدا بتمر بلحظات فقد وأمل بوفاة المغفور لها بإذن الله خالتها الدكتورة عايدة سعد. البقاء لله يا نجلة. ويمكن أنا عملت مقدمة قبل ما نبتدي مع بعض وعارفة قد إيه أن أنت النهاردة كان يوم صعب، ولكن التزامك اللي معروفة بيه طول حياتك على فكرة هو اللي خلاكي تيجي النهاردة وتكوني معانا عشان جمهورك اللي مستنيكي والناس اللي بتحبك، والناس بتحبك قوي وانا بحبك جدا. يعني انت احد الاسباب ان انا انزل النهارده فعلا، ان هو العلاقه العشره الطويله وعلاقتنا كاصحاب واخوات وعارفين بعض كويس قوي. تاني حاجه التزامي بالهوى، لان انا اتربيت اعلاميه او مذيعه، فكنا عارفين الهوى ده حاجه ما فيهاش عيا، ما فيهاش تاخير، ما فيهاش موت، ما فيهاش اي حاجه، ده بس مباشر ساعتين او ساعه ونص ما ينفعش ان احنا نلغيه. فانا حسيت ان انا كانه برنامجي وانا مذيعته وما ينفعش اتاخر يعني. والتزامي كمان بالجمهور اللي انتوا وعدتيه ان انا اكون موجوده النهارده، ففضلت ان انا اجي الساعه ونص واروح. احنا عايزه اقول لك على حاجه، احنا النهارده جايين عشان نكون معاكي، لان في ظل الظروف الصعبه قوي 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 اللي بيمر بيها كلنا العالم كله بسبب الأحداث المؤسفة اللي بتحصل كمان في فلسطين، إلا أن يمكن صوت وصورة كان بيخفف على الناس، كانت الناس بتحاول أن هي تفصل شوية وتتفرج على المسلسل، وده ما بيقولش حاجة غير أن المسلسل نجح والمسلسل حلو، لأن في ظل الظروف الصعبة دي دايما الفن بياخد الناس من الهموم، وده دور الفن. والنهاردة أنت وجودك في ظل وجود ظرف صعب عليكي انت شخصيا، احنا دورنا النهارده كمان ان احنا نقف جنبك ونحاول نطلعك من ده. الموت، يعني انا عايزه ابتدي اتكلم طبعا، بس عايزه اتكلم عن الموت. واحنا في اللحظات في الايام الاخيره السنين الاخيره بقينا بنفقد كل يوم ناس غاليه قوي علينا، ناس كبيره وناس صغيره، والموضوع بقى صعب. والنهارده الناس يمكن بتشوف الحاجات اللي على السوشيال ميديا، مش عايزين حد يزايد على الموضوع ده، ولكن النهارده الوجع بيبقى جوه، الالم بيبقى جوه. طبعا مهما قلتي، اساسا عاده يعني الفنان اكتر حد او المذيع او الاعلامي اي حد بيتعامل مع 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 الشاشه تحديدا اتعلم يعني ايه ان كل مشاعره تبقى جوه مش بره. يعني هو بيبقى عنده ظروف كتير قوي، مش شرط حد توفى، ممكن يبقى عنده مشاكل، ممكن يبقى مريض، بس اتعلم انه دايما بيخفي آلامه جوه ويروح للجمهور بوجه اخر. عشان كده بيسموه ممثل. هل هو بيمثل انه حزين؟ لا، هو بيمثل انه سعيد. الاعلامي والمذيع والممثل صح، هما بيمثلوا انهم سعداء، لكن الواقع ممكن يبقى حزين ويبقى متضايق ويبقى متخانق ويبقى عنده ظروف ويبقى ابنه مريض ويبقى شايل هموم الدنيا، لكن ما تعودش ان هو يشيل همه الجمهور. انت بتقولي كلام مهم جدا، ما تعودش انه يمكن على السوشيال ميديا زي ما انت بتشوفي ناس كتيره جدا بتقعد وبتشتم وبتكتب. ويمكن انا هيستوقفني موقف الاسبوع اللي فات حصل، كنت عايزه اتكلم فيه في اخر الحلقه، ولكن انا حابه مادام فتحتي سيره الموضوع ده مع الاستاذه الاعلاميه الكبيره ماما نجوى، الاستاذه نجوى قبل كده كان مع ميرفت امين، وقبل كده كان مع سوسن بدر، وقبل كده مع ناس كتيره قوي من الفنانين، وقبل كده مع يسرا اللي حضرت قبل كده فرح وعزة في نفس اليوم. فكلم على نجوى ابراهيم اللي احنا كلنا تربينا على قيمه كبيره جدا. وعايزه اقول على حاجه، ماما لما كبرت كانت بتعملي اكل وحش قوي، والدتك بس كنت بقولها تسلم ايدك، وكنت بستنى اكلها كانه حاجه جايباني من الجنه. هي دي نجوى ابراهيم، هتفضل ليها طعمها ونكهتها مهما كبرت. فهل المفروض لما والدتي تكبر ومتبقاش عارفه تطبخ قوي زي الاول اقول لها خلاص بقى روحي موتي؟
للاسف هم فاكرين كده ان اي حد بيوصل لسن معين هيكبروا خلاص، مش مفروض هما ان كمان هيكبروا، كل الناس هتكبر ومحدش بيفضل صغير طول الوقت. وطالما انت عندك صحه او طاقه انك تقدري تعطي هتعطي، لان خلي بالك الناس دي تعودت على العطاء وليس الاخذ. تعودت على العطاء، حتى المقابل الوجداني اللي احنا بنقول عليه حب الناس بتشوفه قليل قوي، بتشوفه قليل. مش معنى كده الناس ما بتحبهاش، لا، ما بتواجهوش كل يوم، ما بتنزلش الشارع عشان تشوفه كل يوم، ما تعرفش كم الناس اللي بتحبها قد ايه. فبجد هي حاجه محزنه وبتضايق قوي، بس بفكر فيها. عارفه كلمه لك يوم يا ظالم، هيجي يوم الدنيا دواره وهتحسوا بواقع الكلام اللي انتوا بتكتبوه عليكم انتوا كمان. فانا مش عايزه اتمناها لحد، بس اتمنى ان هي لا تعر اهتمام لاي كلام هيتقال. طب ما انا طالعه معاكي النهارده وعارفه ان ممكن يتقال يا دي خالتها توفت امبارح واتدفنت النهارده الصبح ونازله. نازله بس عشان ده شغل والفنانين الكبار كده يعني. لا، في حاجه اسمها احنا اطلق علينا مؤدي خدمه، انت عارفه كده؟ لا، دي اول مره. لا، احنا في 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 قانون الضرايب اسمنا مؤدي خدمه. لا والله انت مؤدي كده؟ انت مؤدي، وانا كمان كلنا مؤدي خدمه. كنتش اعرف المعلومه. مؤدي خدمه للشعب، احنا مؤدي خدمه، بتادي خدمه للشعب، بتقدمي له ماده ثقافيه ترفيهيه فنيه غنائيه اخباريه معلوماتيه كل اخباريه. دي مؤدي خدمه، فاحنا نعتبر بنقدم خدمه للشعب ايا كانت هي. مش لازم تكون الخدمه عمليه جراحيه ولا لازم تكون وجبه، بس نجلي عشان انت الغذاء النفسي والروحي مهم. وانت قلتي في وسط احداث فلسطين اللي احنا كلنا بنبكي فيها وقلبنا وجعنا، اتفرجنا على مسلسل صوت وصوره. الله، ليه اتفرجنا عليه؟ عشان نهرب من اللي احنا فيه. عشان انت النهارده مضطره ان انت لو فضلتي تتفرجي على الاحداث دي طول هيحصل الوقت لك ايه؟ انت ممكن تموتي، انت ممكن تجلطي، تدمري عصبيه، طبعا هتعي هتعي، وتصوري على حاجات، ممكن تكبري حاجات وهي مش مستدعيه، وممكن تشوفي حاجات صغيره وهي كبيره. لا، في كذا حاجه. فدور اي بنقول عليها السوشيال ميديا، الاعلام، الفن، الاذاعه، ليها دور اساسي. مش لازم يكون طبق الاكل اللي عامله، لا، هو فكري ووجداني. دي رساله اخرى تانيه خالص، ما هياش محسوسه، ما هياش مادية. بس نجلة، عايزة أقولك على حاجة، مش كل الناس بتفكر كده، ومش كل الناس. أنا يمكن عشان بقولك أنت متعلمة مثقفة فاهمة، مريتي بظروف كتير قوي، اشتغلتي مع الكبار. بس أنا عايزة أقول على فكرة، على معلومة، بحكم قربي وصداقتي لنجلة اللي هي يعني رحلة طويلة جدا جدا، وبعتز بيها قوي قوي وبفرح بنجاحها طول الوقت، إلا أن نجلة كده من يوم ما بدأت، يعني يمكن كنا لسه بنفتكر شوية ذكريات، كانت دايما بتيجي في برامج الهوا أول واحدة، بتيجي محضرة، عارفة أسئلتها، عارفة ضيوفها من وانتي صغيرة. وانتي كده انتي بجد يعني انتي من وانتي صغيرة وانتي كده، انتي تربيتي على كده ولا ده بحكم شغلك مع تربيت على كده. والدي كان كده قوي، هو كان مثقف وكان دايما يعلمني ما ينفعش انك تبقي مذيعة وتجهلي الضيف المعلومة، فما تعتمديش على جمالك، اعتمدي على ثقافتك لان ده اللي باقي، لكن جمالك زائل، الجمال زائل. فكان دايما ما ينفعش تقعدي مع ضيف تعتمدي على اسئله المعد، لازم تبقي عارفه كل حاجه عنه، قاري عن طباعه وشخصيته. يعني كان بيجيب لي الخبايا الداخليه، فكنت اقعد اقرا يعني المعد يكتب لي اسئله، بس انا اجيب كل المواضيع اللي كتبها، اجيب كل المجلات، ما كانش في بقى انترنت وندخل. ايوه صح. فكنت اجيب المجلات. أيوة. وقال ايه في المقاله دي وقال ايه في الانترفيو ده، عشان اجمع نفسيه هذا الضيف. عشان اعرف هو بيحب ايه وبيحب يتكلم فيه وبيكره ايه، عشان اعرف الاقي له مدخل. ولو انت بتقولي عليا ان انا كده، انا بامانه جزء من مجيتي ليك النهارده هو انك من المكافحات. يمكن هتخليني اتأثر بقى دلوقتي، بس انا بقولها بامانه، انجي من المكافحات بجد، لان انا عشرتها من واحنا لسه كنا بنضحك وبنجري في الشارع وكان عندنا لسه طموحات بسيطه قوي. لكن انجي مكافحه جدا ودؤوبه جدا في شغلك، فانا دايما ببص عليكي نموذج. انا ممكن اكون لو كنت في ظروفك ما اقدرش اعمل اللي انت بتعمليه، كان ممكن يجي لي احباطات كتير على فكره. بيحصل لي اكيد بيحصل. بس انا دايما بشوفك بكل، بقولها بامانه يعني، كل خبطه بتقويكي وتقومك وتنضفي التراب اللي عليكي وتصري، وانت ست مجاهده وبتربي بنتها، فانا شايفاكي نموذج للست اللي انا واثقه في يوم من الايام ان انا هتبقى بالنسبه لي
حدث اتكلم عليه ان انجي بتعمل وعملت وعملت حبيبتي. فانا بالنسبه لي لا ومجيتي النهارده والله بقولها الجمهور عشان يبقى عارف جزء من التزامي بالتزامك بشغلك، لان انا عارفه ان انت ما بتقصريش شغلك وعارفه قد ايه انت بتسعي معانا كلنا ان احنا نكون حواليكي في الشغل ونساند بعض وتعملي شغل كويس، فازاي انا اخذلك في يوم من الايام؟ بصي ما عنديش حاجه ممكن اقولها والله فرصة العظيم بقى بعد الكلام ده انا كمان وحقك بس لا بجد عندي يعني بجد والله. لا والله يا نجله بس كلامك ده اثر فيا جدا. على فكره انا النهارده لغيت 2 انترفيو كان المفروض يتعملوا الظهر، هم صادفوا طبعا في ميعاد الجنازه وبتاع، بس هم تسجيل انت عشان عارفه امتى الهوا انا عارفه امتى يعني المسرح وعارفه وقلتها يمكن انت كلمتي جوزي واحنا في الجامع وقال لك نجله جاي، انت سمعتي الكلمه دي؟ ده اول حاجه قالها لي لانه عارف وقالها لي قال لي هي جايه لك النهارده، قلت له لا انا قلبي معاها انا عايزه اطمن عليها، وسالتها سالته طبعا على خالتك وقلت له انا قلبي معاها واحنا مقدرين جدا وبس هي بس تقول لي لان انا بس عايزه اطمن، انا عارفه ان نجله ملتزمه بس انا بجد عايزه اعرف هي حالتها عامله ازاي علشان احنا هنا كاداره القناه احنا مقدرين ده جدا. يعني على فكره الحلقه دي النهارده مش عايزه اقول بتدي درس للاجيال الجديده النهارده لازم يفهموا يعني ايه معنى المسؤوليه ويعني ايه معنى الشغل ده، لان الشغلانه دي يا نجله دي شغلانه مهمه جدا. عارف يعني انا عايزه لا انا عايزه اقول للناس عايزه اقول للناس يعني ارجوكم انتوا بتشوفوا ناس بتضحككم بتبكيكم بتعمل لكم دراما بتنقل لكم احداث حقيقيه من خلال الاعمال دي، الناس دي بتتعب جدا وفعلا بيكون جواهم الم وفقد وظروف صعبه جدا، وفعلا يمكن زي ما نجله بدر قالت محدش يعلم باللي جوه الانسان غير صاحبه صاحب الشأن نفسه، كل واحد عنده ظروف، فياريت نكون حنينين شوية على بعض، ياريت نكون بنطبطب على بعض أكتر من كده، احنا في الفترات الأخيرة بقينا بنسلخ بعض على أي حاجة، فده مش صح. الست اللي قدامي النهاردة دي عندها النهاردة حالة وفاة وجات التزاما وحبا واحتراما للناس اللي مستنيينها، ويعني وده حاجة احنا شفناها مع الزعيم عادل إمام، شفناها مع أحمد زكي. لا أنا بقارنك لأن الناس دي بجد كانت عارفة قيمة الفن، وانتي النهاردة اشتغلتي مع ممثلين ومع مخرجين كبار فعرفتي قيمة الفن كمان يا نجلة، وده مهم قوي. انتي حد على فكرة أنا مش احنا مش جايين نجامل في بعض بس ده حقيقي، وهستغل لا وعايز أقولك على حاجة وهستغل الفرصة دي، يعني ريت كل الناس فعلا تكون سمعانا، أرجوكم خليكوا حنينين على بعض. الست دي ناجحه نجاح كبير قوي في الايام الاخيره، محققه نجاح كبير جدا من خلال مسلسل صوت وصوره وتجسيدها لشخصيه نرمين، والنهارده كانت الحلقه هتبتدي وكنا يعني بنحتفل بيها بنجاحك وبمجهودك اللي انت بذلتيه وكل اسره العمل، بصراحه انتم مقدمين مسلسل ناجح جدا، والاسبوع اللي فات هنا في نجوم اف ام كل الناس اللي بتشتغل بره قعدوا يقولي عاوزين نجله عاوزين نجله انا كله. عايز نجله بدر لان الناس كلها يعني الناس حابينك ونرمين يعني اول مره اعمل شخصيه اول حرف فيها زي حرفي، فكنت بلبس طول المسلسل السلسله بتاعتي اللي فيها حرف الان عشان اول مره البس سلسله فيها حرفي في العمل يعني. أيوة. يعني انا اسمي نرمين ايوه وانا نجله بس انا عايزه بس مش مشكله هو في أيوة. حرف يعني. بس عايزه اقول لك دي مثلا معلومه حلوه قوي يمكن الناس ما تعرفهاش. لا والله في ناس خدت بالها وكتبت لي على الفيسبوك حلو الحرف خدنا بالنا نرمين وبتاع. لا اللي ضحكني مراد اول ما شافني قال لي انت لابسه ان ليه؟ مراد مكرم طبعا بوجه له تحية. هو فاكر ان انا لابسه عصام الصياد. جميل جميل مراد جميل رفيق طبعا انتوا بيجمعكوا طبعا كمان صداقه وعشره عمر معاكي برضو مع بعض جدا، بس انت مراد مثلتي معاه اكتر من مره 4 مرات دي الرابعه اتغيرتوا وما بتبقوا مع بعض ولا بتحسي اتغيرنا شكلا؟ طبعا كبرنا يعني انا لسه حد كان حاطط صورتنا واحنا في مستوى الشوهات وصورتنا احنا الاثنين واحنا احنا كبرنا شويه واختلفنا في الاداء يعني انا ما افكر المسلسلات اللي عملناها قبل كده لو دلوقتي بنعيدها تاني اكيد هنعملها بفكر مختلف وبخبره مختلفه وطريقه تمثيل مختلف، عشان كده بيقولوا الممثل كل ما بيكبر قيمته بتزيد. ده حقيقي قيمته بتزيد ليه؟ لان الممثل مخزون كبير قوي من حياته وحياه الاخرين، هو مش حياته لوحده وحياه الشخصيات اللي عاشها وحياه الشخصيات اللي بيشوفها وحياته هو الشخصيه، فهو مخزون كبير جدا من المشاعر،
طول الوقت بيخزن مشاعر حتى الشخصيات اللي عملها وخلصها برضو بتسيب له مخزون. نرمين، حبيتي نرمين قد ايه؟ حبيتها قوي بسبب مشهدين، بسبب مشهدين بالظبط. هما دول كانوا اول 6 حلقات في المسلسل اللي انا مضيت بسببهم المسلسل. قلتي اوكي انا هعمل العمل ده بسبب المشهدين دول، واستوقفوني جدا اللي هم مواجهتها مع رضوى بعد ما عرفت ان جوزها متحرش وراحت تقايضها انها تسكت وتاخد الفلوس اللي هي عايزاها بس ما تجيبش سيره قضيه التحرش دي خالص. استغربت جدا، في زوجه في الدنيا هتروح تسكت واحده عن جوزها المتحرش، وهي كمان ايه بقى بتشتغل في منظمه حقوق المراه يعني النقيض بتاع شغلها تماما. فانا كنت مستغربه جدا، هي عارفه ان جوزها متحرش؟ هي بتتستر ايه لدرجه ان رضوى قالت لها الكلمه انت بتتستري على جوزك؟ مفيش ست تهتم كده. والمشهد الثاني لما جوزي عصام الصياد في المواجهه قال لي ايوه انا خنتك، وانا قلت له انت كذاب انت ما تعملش كده. الله، رافضه ده بعديها بقى. طب دي هي راحت تقايضها فتقول لها فالاثنين عملوا لي لخبطه. ازاي قدرتي يعني ازاي؟ دخلنا جوه قوي في الشخصيه مع محمد سليمان المؤلف والكاتب العظيم، لان انا والمنتج والمخرج والمؤلف كنا بنتناقش في المشهدين دول، والممثلين يعني هم ذات نفسهم مستعجبين هي عارفه ولا مش عارفه. لغايه ما وصلنا للصيغه الصح لهذه الشخصيه، هي عارفة انها لو فتشت وراه هتلاقي حاجة بس هي مش عايزة تعرف. دي اقوى كلمة قالت لي عن الشخصية دي، عشان هي عايزة تفضل طول الوقت رسمة الاسرة وعايزة تكوين عايزة ما يبص. لولادي يتضايقوا ولا يعرفوا حاجة عن باباهم، اسرة باباهم تفضل زي ما هي، ولا هي عايزة تواجه الواقع ده، لان الواقع ده لو واجهته هيدمر كل الاسرة والبنى العظيم الصرح الكبير اللي هي بنته. فالتناقض ده هو اللي صنع شخصية نرمين جواه. بس انتي عملتيه حلوة قوي، يعني انتي كان ممكن يفلت منك على فكرة. لسه توبة امبارح كنا مع بعض، او المخرج. محمود عبد التواب المخرج، احنا بنقول له توبة. قال لي كانت نرمين ممكن تمر عادي جدا مرور الكرام. على فكرة اي شخصية ممكن تمر مرور الكرام، على فكرة اي شخصية من احسن شخصية مكتوبة لاقل شخصية واقل دور ممكن يمر مرور الكرام. ازاي ما تمرش مرور الكرام؟ ده دور بقى الممثل مع المخرج مع المؤلف، 3 عناصر دول في بناء الشخصية. فاحنا كل واحد جوه يعني كل واحد فينا ليه دوره كممثل، وفي اضافات بتيجي من المؤلف وفي اضافات بتيجي من المخرج الى انك تكون شخصية. الكلام ده بيحصل ايه اول يوم تصوير او تاني يوم تصوير؟ ان انت لسه مش عارفة تلمي خيوطها. يعني انا حتى استاذ اشرف الشيال اول يوم كان حاطط لي مشاهد صعبة قوي، كلمته في التليفون قلت له استاذ اشرف، قال لي نعم. قلت له ما ينفعش جوزها يموت ومش عارفه تروح النيابه وكل ده كل في اول يوم. بالراحه أنا شويه، انا لسه ما اعرفش همثل نرمين ازاي. فممكن تبدلي اليوم ده بيوم اخف؟ قال لي فعلا عندك حق، وبدلي اليوم لان برضو انت عشان معاكي، عشان تكوني شربتي خلي بالك عشان معاكي مخرج منفذ فاهم. ده مهم جدا، ده مخرج المنفذ ده من اهم العناصر اللي في اي عمل عشان يطلع كويس. ايوه حتى ترتيب المشاهد اللي هتصوريها عشان ما ياخدكيش من حاله لحاله لا يعني كان جميل بس اشرف الشيال معايا بصراحه. فبدلي اليوم. فالشخصيه الاول صنعتها في الفلات الاول اللي هي المشاعر العاديه عشان اعرف اكون الاصعب. الاصعب هو اللي هو بقى الوفاه والمواجهه والنيابه والقتل في تركيبة تانية لسه هتطلع، بس لسه أدخل بس أشوف شكلها عامل إزاي، بتمشي إزاي، طبقة صوتها عاملة إزاي، ولادها أتعامل معاهم إزاي. يعني في لسه تكوين، لسه أنا ونرمين ما كناش واحد أول يوم. إمتى حسيتي إن أنتوا بقيتوا واحد؟ بعد أول يوم. بعد أول يوم؟ أول يوم ده صورناه في مكتب ماجدة اللي هي نردين. أيوه. وبعد كده تاني يوم صورناه في بيتي، كان في البيت عندي اللي هو بيت نرمين. بيت نرمين. أنا نرمين. بيتك. مش بيتي أنا، بيت نرمين. بيت نرمين. أنا ونرمين واحد. أيوة أنا أنت عايز أقولك نرمين مكسرة الدنيا يعني. نرمين زي ما أنت بتقولي يا نجلة إن فعلا كانت ممكن تمر مرور الكرام، بس أنت خلقتي منها حاجة، وكان ممكن فعلا الكاركتر يضيع في النص. يعني المشهدين اللي أنت بتقوليهم دول مشهدين كبار ومهمين جدا في محور الشخصية، بس أنت الكاركتر ما فلتش منك، انت فضلتي ماسكاه على مدار ال 30 حلقه. كان نفسك عدد الحلقات يبقى اقل من 30؟
وانت عملتي عدد انا بعترف ان انا كان نفسي عدد الحلقات. على فكره انا ضد دلوقتي الثلاثينات والاربعينات والخمسينات دي خالص. انا عجباني الفكره بتاعت 10 حلقات والله نجح نعمل له جزء تاني، فاهمه؟ جزء تاني او انت عملتيه ونجح برضه. واحنا في عصر كمان صعب قوي نستحمل ال 30 غير خارج رمضان. يعني انا حباه قوي في رمضان، يمكن عشان مرتبطه بيه لان رمضان 30 يوم، فهو كده تحس. مع ان في رمضان برضو ابتدوا يعملوا ال 10 وال 15، بس انا دايما عارفه اللي هو ايه رمضان يعني هو كده، هو وجبه كده، هو وجبته كده. بس حاسه ان احنا في العصر ده ان احنا ما بنقعدش كتير في البيت، حياتنا مليانه احداث، الاحداث اللي حوالينا اصلا كتير في حكايه المواظبه. بس برضو بنقول البلاتفورم شجعتنا برضو، لان ال 30 حلقه تقدري تشوفيهم في خلال 3 ايام. ما انتيش مضطره تقعدي الساعه كذا وتتفرجي وتتفرجي على الاعلانات لا، تقدري تتفرجي ده حتى على التليفون وانت ماشيه بالعربيه وانت رايحه شغلك، فدي برضو سهلت الموضوع. بس انا حابه تجربه العشرات اكتر لانها بتبقى ما فيهاش مط. هل مسلسلنا فيه مط؟ ممكن، مش مط، ما بقولش مط، رتم هدي وبعدين يشد. على فكره في ناس مشاهدين كتير بسطهم ده، وفي برضو ناس اعترضت، فاهمين؟ وطبيعي الناس هتختلف على اي عمل. المسلسل بتاع صوت وصوره اللي انتوا عاملينه كان ليه اسباب كتيره جدا كانت ممكن ما تنجحوش النجاح الكبير ده. اولها الاحداث اللي بتحصل، اكيد ده طبعا ما حدش ولا كان فاضي يبص على اي حاجه، ما كانش حد قادر يعرف اي حاجه غير الاحداث اللي بتحصل حوالينا في فلسطين. زائد بقى لو في الايام العاديه مين هيقول لها تقعد تتفرج على 30 حلقه؟ لا، مش قادره اتفرج على مسلسل تاني جنبه 10 حلقات. صح. اوكي، الدعايه ما كانتش كتير، او انا ما شفتش دعايه كتير. لا والله، على يعني هو الدعايه ما كانتش كتير، احنا نزلنا بالبوستر وصورنا الفرديه الاول، بس الناس هي اللي ابتدت تعمل لك دعايه. يعني هو بقى في جمهور وفي صحافه، يعني هم دول اللي زودوا الحركه. فاحنا ابتدينا كمان نريشير اللي كتب عندنا، فابتدى الموضوع يوسع اكتر. الناس هي اللي نجحت مسلسل صوت وصوره بالكلام. يعني انا كنت لسه بتكلم مع نجله يمكن من 10 ايام، انا ما كنتش دريانه بكم الصدى. انا بكلمها عشان اللي انا سامعاه من الناس، انا كم الناس اللي قاعدين بيكلموني على نرمين نرمين نرمين، وكذا حد سالني عليكي وقال لي نجله فظيعه وحلوت قوي. أيوة. ومش عارف صغرت والدور الدور جديد عليها جدا، وده فعلا دور جديد قوي عليكي. مش عارفه انا عملت دور الام قبل كده، انا كتير بس مش كده. مش عارفه ليه حاله نرمين. انا بقول انا 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 خبراتي الحياتيه كبرت. معرفش يعني، طب ما انا السنه اللي فاتت عملت دور الام، ليه المره دي اختلف؟ يعني انا ما كنتش متخيله على فكره ان الدور هيعمل فيدباك ده خالص. انت بتسيبي نفسك للشخصيه، الشخصيه هي اللي بتاخدك وبتوديكي، كل مشهد ليه احساس ومشاعر، بس انت لازم تحسيه قوي عشان تطلعيه. فلو انت حسيتيه قوي هيطلع صادق قوي، الجمهور بيحس الصدق قوي. مهما قلتيني والله احنا عندنا جمهور متربي على الفن، بيعرف مين كذاب ومين صادق، وفي فنان كذاب وفنان صادق. لو هو حاسس ان الفنان ده مش بيقوله من جواه قوي وحاسس بالكلام قوي، مش هيحس. اللي نجح العمل ده احنا اغلبنا صادقين مش كذابين، تعايشنا بجد مع الشخصيات. لطفي عبود رهيب. صدقي صخر. صدقي صخر. قال لي جمله في الحلقه هنا معايا، قال لي جمله عجبتني جدا، قال لي انا بعمل مسلسل احب اتفرج عليه. صح. هل النهارده مش كل الاعمال اللي بتقدميها تحبي تتفرجي عليها او قادره انك تشوفيها تاني؟ ودايما الممثلين بيقولوا لي لا ما بحبش اتفرج على نفسي، دي مقوله مشهوره جدا. برضو على فكره مش سهل الممثل يتفرج على نفسه. ليه؟ مش سهل. عشان بيشوف عيوبه. طب ما انت مثلتي اتفرجتي على نفسك؟ لا ما بحبش. طب ولا على فكره ولا اذا ولا في ولا البرامج، عشان تبقي عارفه، ولا قوي. البرامج مواجهه النفس صعب. اسمها مواجهه النفس. ما بقدرش. لانك انت بتتفرجي على نفسك، يعني اصلها دي مش صوره ثابته هتتفرجي عليها، ومش فيديو بتعبري بيه عن نفسك، انت بتجسدي شخصيه تانية او بتعملي، حتى لو كنتي مذيعه برضه بتجسدي، برضه بتجسدي شخصيه تانية. خلي بالك انا بقول دايما. أيوة. المذيع عنده جزء من التمثيل، عشان كده في مذيعين دخلوا التمثيل. ايوه صح. فانك المواجهه مع النفس، انك تتفرجي على نفسك وانت بتنصت تاني، وانت بطريقه تانية، وانت بلبس تاني، فجاه تستغربي نفسك. وممكن ما تحبهاش، ممكن تنتقديها جدا. فهي قاسيه على فكره، يمكن لو كل الناس جاملتك انت مش هتجاملي نفسك. واقرب الناس اليك صعب قوي تطلعي تقولي الله انا زي القمر.
انا اتعاملته حلو قوي على فكره. انا عملته حلو قوي ما بتحصلش استحالة. على طول بتشوفي عيوب على طول وعينك بتيجي على عيوب اكتر من الناس. يعني انت شايفه عيوبك اكتر من لانك عارفه عيوبك وعارفه اخطائك فين وعارفه الظروف اللي مريتي بيها ايه وعارفه انت كنت رايحه في انهي مود وعارفه انت كنت بتصوري في انهي ظروف وعارفه الناس اللي حواليكي كانت عامله ازاي. فانت شايفه اللوكيشن كله. يعني مش شايفه بس نفسك، انت شايفه الحدث باللي قبل واللي بعد. نجلاء بدر يمكن شخصيه نرمين من الشخصيات اللي عملت صدى كبير. على مدار مشوارك قدمتي وجسدتي شخصيات كتير قوي ومتنوعه عملت صدى كبير برضو. انت من وجهة نظرك ايه اهم الشخصيات اللي كنت بتلاقي الصدى بتاعها مع الناس على طول في الشارع زي نرمين؟ لا والله في يعني كتير. انا مش هنسى مثلا حكاية حياة. انا طبعا. المسلسل ده دينا كانت اسمها، لا مش دينا، كان إيناس. إيناس. أنوس. إيناس. ودينا فوق مستوى الشبهات عملت فيدباك حلو قوي مع أستاذ هاني خليفة. وهقول لك على ايه، وزة في مسلسل انا كنت مثلا بقول انا مش حابه المسلسل ده خالص، في مسلسل ستات قادره وكان مسلسل قادرة. شعبي بس برضو لقيت الشارع قعد سنين بيكلمني علي. عنها في جميله في الفتوه مع ياسر جلال الغزيه سابت فيدباك حلو قوي ولقيت ناس كثيره جدا في الشارع حباها جدا. حتى زيزي في رمضان كريم ستيل انا بفتح اليومين دول فيسبوك اكتر شخصيه بنحبها ناس كاتبينها زيزي في رمضان كريم اللي هي الراقصه المعتزله في المنطقه الشعبيه. ففي شخصيات بجد كتير علمت معايا وقعدت معايا فتره من الجمهور مش مني، يعني انا كنت خلاص نسيت وفاكره الموضوع، لا في ناس بحبه الشخصيات دي قوي حباها بجد. التمثيل بالنسبه لك دلوقتي بقيتي بتتكلمي عنه اكنه حاجه انت بتحبيها قوي وبتحترميها قوي وانت ممثله جامده، يعني اما بتركزي في شخصيه بجد انت بتشربيها كده كلها وبتحاولي تعملي فيها اقصى جهد فيها كلها، بتروحي مع الشخصيه دي تماما. يعني انا بحس ان انا اللي بشوفها دي مش نجله صاحبتي مبدئيا، بحس انها واحده تانية فعلا. ازاي بتقدري تعملي ده والفن بالنسبه لك النهارده يا نجلاء؟ النهارده اختلف. في المرحله دي وفي الوقت ده اختلف. زمان وانا صغير ما كنتش فاهمه المسؤوليه الكبيره، هو مسؤوليه على فكره طبعا، مسؤوليه كبيره قوي طبعا، هي صناعه كبيره صناعه ضخمه فاهماني. فكنت دايما بشوف الفن، انا هطلع في التلفزيون الله انا هلبس جلابيه بلدي، الله انا هحط مكياج واركب رموش، انا الله انا هلبس باروكه، موضوع شكلي جدا. يعني لما ابتديت اتعاملي مع مخرجين من المخرجين المهمين دول بيخلوكي تبصي الفن بطريقه تانية، زي استاذ داوود عبد السيد، زي استاذ خيري بشاره، زي استاذ هاني خليفه، زي استاذ محمد سامي على فكره. في ناس تانية في مدارس على فكره، هم مدارس كلهم. فبتدخلي كل واحد ليه رؤيه للفن بتاعه بشكل مختلف. اللوحه بتاعته خلي بالك هي لوحه، هي لوحه، لوحه فيها الوان وفيها مشاعر وفيها اصوات، هي لوحه كامله. فبتبتدي تبصي الموضوع كبير قوي، انت فاهمه الموضوع كبيره. لما ابتديتي بقى تروحي مهرجانات وتتفرجي على فن اخر خالص، بصي قد ايه الفن ده من زمان من ايام الابيض واسود مأثر فينا لغايه دلوقتي، تعرفي ان ده كان حد حاطط مسمار جايب العمود الفقري من ورا. ده احنا حتى النخاع متربيين على الفن. فابتديت تحسي ان هو مسؤوليه جميله قوي. لو عايز ترسمي لوحه هتحطي اي الوان ولا هتختاري الوانك وتنسقيها وتظبطيها؟ عايزه الناس تحس اللوحه بتاعتك دي. عايزه تعملي اكل بلاش لوحه، الاكل طبخ. فن على فكره، ده فن. فن اكيد انت عايزه الناس تتذوقه طبعا، هو ده الفن. عايزه الناس وهي قاعده بتتفرج تستمتع. يا ستي بنتفرج على ماتش كوره، ما هو ماتش الكوره برده يعتبر يعني فن طبعا، ده لعيب كوره ومحترف بيلعب كوره، بصي اتفرجي على لعبه كانك بتتفرجي على جيم. خلاص انا يعني انا اي متفرج كوره ما بيلعبش رياضه بس بيتفرج على الكوره، صح؟ استمتع. لما بيعجبه الماتش، لما بيعجبه الماتش بيقول لك ايه، يا ده الماتش ده عجبني جدا، اتمزج من الماتش، من صح. المنافسه، من الجون اللي جه ازاي، بص صلاح ضربها ازاي، بصي الفن. فالموضوع بالنسبه لي بقى ان ازاي تخلي الناس تقول انك عملتي فعلا اللوحه الحلوه اللي هو
قدر يستمتع بيه. فبقت مسؤوليه، انا مش هقدر اطلع لك اكله وحشه واقول لك قول عليها حلوه غصب عنك وكملها وكلها. انت فاهمه؟ وكملها وكلها بالعافيه وقول انها حلوه بالعافيه. وده بيحصل. ده بيحصل كتير جدا. يعني عمل ممكن تلاقيه على كل القنوات ومفروض عليك. أيوة بيحصل. وكتير قوي 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 بجد. يا جماعه العمل مش حلو، بيحصل، التمثيل وحش. انتوا ليه بقى بتفرضوها او بتفرضوه او بتفرضوا العمل اقصد يعني على الناس؟ دي قصه يعني بقى صوت وصوره المسلسل. اللي هو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا دي فيها سلعه، احيانا بنتاجر بيها بسلعه، او بالمعنى صح في ناس بتعمل دعايه مبالغ فيها. فالدعايه المبالغ فيها اوعي تفتكر انها ما بتتحسش، لا والله بتشوفي الجمهور حاسس ان دي مبالغ فيها وبتاع. وبرده بنحترم، هقول لك على حاجه عشان عندي الحته دي، لو 10 بيتفرجوا على العمل ده ومبسوطين يبقى تمام، مش مهم، بس في 10 راضيين بيه. 10 حتى لو الجمهور هذا العمل اللي انت شايفاه مش حلو في 10 بيتفرجوا، بس بقى ما نقولش ان ال10 دول بقوا 2 مليون بقدره قادر. دي اللي انا برفضها. يعني صح. يا جماعه خلاص احنا عارفين ان في 10 بيتفرجوا، ما تقوليش بقى ان في 50 مليون بيتفرجوا. مش يعني بيزودوها شويه. بس عايزه اقول لك حاجه، اول ما طلعت وسائل الاتصال دي ما كناش فاهمينها، دلوقتي بدينا نستوعبها. ابتدينا نعرف يعني ايه لجان، ابتدينا نفهم يعني ايه دعايه، ابتدينا نفهم يعني ايه ذكاء اصطناعي. يعني خلي بالك مع الوقت الشعب او الجمهور هيرفض ده تماما، هيبقى فاهم. هو فاهم دلوقتي، انا بقول لك هو فاهم. انت رايك ايه فكره الذكاء الاصطناعي؟ بصي انا اتسالت السؤال ده من اول ما ابتدينا المسلسل وما زلت بقول اي تكنولوجي في الدنيا اكيد ليها افاده، خلاص. وبقول التكنولوجي بالذات اللي هي بتتعامل مع الجمهور عامله زي السكينه، سكينه بالظبط. انا مدياكي سكين، يا تقطعي بيها خيار وطماطم يا تذبحي بيها بني ادم. هو ده تشبيه. تشبيه هو ده. ازاي هتستخدمي السكينه؟ هو ده اللي يهمك. انا طلعت تكنولوجي حلوه قوي علشان اوفر لك او تستخدمه في الشغل او تستخدمه في التطور او تستخدمه في التصنيع او تستخدمه. هل هتستخدمه غلط اصبح جريمه. فالذكاء الاصطناعي ممكن يبقى زي ما بيقولوا حسنه وممكن يبقى نقمه. فهي دي المشكلة، ان ده لازم يقنن. سوء استخدامه بقى هنعمل فيه ايه؟ يبقى لازم من دلوقتي نناقش هذا التطور بقوانين تترص كده بسرعة. يا جماعة الذكاء الاصطناعي استخدموه في الحلال، صح؟ فاهماني؟ اللي هيستخدمه بقى في الحرام هنعمل معاه ايه؟ هو ده اللي لازم يتحط له قانون. ويمكن المسلسل ده اول مسلسل يتكلم عن الذكاء، بس اتحداك ان في مليون فكره هتطلع بتتكلم عن الذكاء الاصطناعي ومخاطره. مخاطره مش معناه ان هو غلط، لا، هو ممكن يستخدم غلط. فلازم تطلع قوانين من دلوقتي تتناقش علشان نقنن هذه التكنولوجي عشان لا تستخدم خطا. نجلاء بدر موهبه كبيره، ودايما انا بشوف ان الموهبه الكبيره دي مع مخرج مهم ممكن يعملوا حاجات كبيره جدا. يعني المخرج بجد ممكن يطلع من الممثل شخصيه مختلفه واداء مختلف وتركيبات مختلفه. مين المخرج اللي نفسك تشتغلي معاه في الفتره اللي جايه؟ لا كتير اللي حاسه انه هيطلع منك حاجه كلهم. والله لا انت بتتكلمي، انت ذكرتي اسامي. انا وحشني قوي استاذ شريف عرفه. يعني انا طول حياتي كان نفسي اشتغل مع استاذ شريف عرفه على فكره، بس هو بحب قوي استاذ محمد ياسين، نفسي اشتغل معاه جدا. الله. جدا. وحشنا هو كمان. وحشني جدا، وانا بعت له على الفيسبوك، وفوجئت مره بعت له كل سنه حضرتك طيب على الول، فراح بعت لي مسج انبوكس قال لي انت طيبه. فانبسطت جدا يعني هو جميل. ان انا حاسه انه مش شايفني، يعني ما عرفنيش اصلا يعني. بحب تامر محسن جدا، نفسي اشتغل معاه. لا ناس كتيره قوي. مندو العدل ستيل انا اشتغلت معاه بس نفسي اشتغل معاه تاني، بالرغم ان انا اشتغلت معاه بس نفسي اشتغل معاه تاني. في مخرج كريم العدل. لا في مخرجين كتير انا خايفه اكون ناسي، بس في طاقات كتيره قوي موجوده، وفي حتى غير الاسامي الكبيره في شباب برضو موجودين مطلعين فكر جديد وطريقه جديده. شاكر وشني كريم الشناوي طبعا يعني بتمنى يا رب حد فيهم يعبرني. لا انا عايزه اقول لك على حاجه. طول عمرك بسيطه، طول عمرك متواضعه، طول عمرك اللي في قلبك على لسانك وبتقوليه.
شكلك او ادوارك، مش هقول شكلك، ادوارك كانت ساعات بتخلي الناس ممكن تشوفك بطريقه مختلفه لغايه دلوقتي. ولغايه دلوقتي تفتكري؟ ما اعتقدش يا نجله، خلاص اللي قرب لك عرفك. اللي قرب لي بس في حاجه غريبه جدا في تركيبه الادوار. الادوار زي مثلا زكي رستم وعادل ادهم وتوفيق الدقن. انت عارفه انطباع، عارفه الانطباع السائد ان هو دايما انت عملتي الدور ده عملتيه كويس قوي، هو ده بقى الخطا اللي حصل لك تقريبا، انك من كتر ما عملتيه كويس قوي الناس فاكره ان انت هذه الشخصيه. على فكره ده قمه النجاح، زي سعاد مثلا فدوى، هتلاقي ناس كتيره قوي بتبص لها انها شريره جدا، او ناردين مثلا في المسلسل، بس هما اتقنوا الدور. اتقنوا الدور مع انهم شخصيات ثانيه خالص. في حين مثلا انا سمعت ان اسماعيل ياسين كان شخص حزين مع ان هو ممثل كوميدي، يعني فاهماني؟ فهو اتقان الدور. انت دايما هتشوفي ان اسماعيل ياسين الله يرحمه ده راجل بتاع كوميديا، لا بس هو كان مثقف جدا وراجل جد جدا في حياته العاديه. فانا بقول لك الانطباع بتفضل، زي ما انا مثلا تم تصنيفي في العشيقه والزوجه الخاينه اول ما دخلت والناس كتيره اعتمدت على جمالي وشكلك وبتاع، وده كان شرعي برضو، يعني ما بعملش دي شخصيات موجوده في المجتمع طبعا، والدراما مكتوبه طبعا، وكانت الادوار ساعتها دي اللي بترد عليها، ما عنديش اختيارات، ما اقدرش اقول عايزه ده ومش عايزه ده، هو ده اللي موجود، هو عمل واحد وعملتيه كويس واتقنتيه جدا والناس صدقت ان انت كده بالظبط وانت مش كده بالظبط. وابتدى كمان المخرجين او بعض المنتجين يحطوكي برضو في هذا الترش، هو ده الخطا انت بقى عشان تطلعي ده بتاخدي وقت. دلوقتي انا هقول لك انا اتخصصت في دور الام، طب هطلع منه امتى؟ هفضل دور الام؟ طب انا دلوقتي ممكن اعمل تاني دور الزوجه العاشقه ولا مش عارفه لسه، بس لازم انت اللي تطلعي من الدور، لان فعلا الناس بتفضل خلاص حطيتك في انطباعها كده مش عارفه تغيرها. فحتى انت شايفه نرمين هتقول لك الله نرمين عملته ام حلو، بس مزه انت فاهمه يا جماعه بفكر حلو على فكره، هي الام على فكره أيوة لازم على فكره تبقى مزه وتاخد بالها من نفسها. لا بس وبالعكس انت اديتي نموذج حلو قوي على فكره، في يعني امهات تانية مش شكلها كده، فبالنسبه لها لا انا مش شكلي كده ومش دي الام. احنا اخذنا زي ما تقولي خدنا عينه قلنا نرمين من الطبقه دي بالظروف دي فشكلها عامل كده، مش معناها ان كل الناس زي نرمين ولا كل الناس زي رضوى ولا كل الناس زي مفيش سعيد. حد مفيش حد مفيش حد شبه حد. فاحنا بس بناخد نموذج، عارفه لما بتاخدي عينه احنا خدنا عينه. راضيه بنهايه صوت وصوره؟ اولا انتوا شككتونا فيكوا كلكوا، يعني احنا في وقت من الاوقات انا شكيت ان كل الناس هم اللي قتلوا عصام الصياد، يعني انتوا وترتونا اوكي، لدرجه ان انا اما جالي صدقي وصدقي لطفي عبود صدقي اوكي عبود. انا قلت له انت القاتل، قال لي سوري سوري. وارد كان ممكن وارد طبعا طلع اخوه فانا عايزه اعرف راضيه ولا كان نفسك تبقى نهايه تانية؟ بصي انا ما اقدرش اتدخل طبعا في فكر او طرح استاذ محمد سليمان، لان هو عنده حق يطرح ده وهو بطريقته، بس انا جيت في فتره كنت اتمنى تبقى رضوى. بتهزري؟ يعني كنت احنا ما كناش عارفين مين القاتل على فكره، احنا تقريبا لغايه 27 ما كناش عارفين. وانتوا بتصوروا ومش عارفين؟ لا لا كل واحد شاكي في التاني، يعني احنا كنا كلنا شكلك انت القاتل، شكلك انت هتطلع قاتل، يعني احنا ذات نفسنا لعبوا معانا الجيم ده جوه وده اللي نجح المسلسل على فكره، انكم مش عارفين، ما حدش بيتعامل مع حد على اساس ان هو ده القاتل، فكلنا مأمنين لبعض وشاكين في بعض في نفس الوقت، وده طلع بجد يعني. ف ليه انا كنت بقول رضوى؟ عشان حد خدع الجمهور، كان دي فكري يعني. ان يا نهار ابيض بعد ما خدعتنا وكل الناس كانت متعاطفه مع رضوى، بس فعلا رضوى كانت صعبانه عليا يعني برضو. في نفس الوقت رضوى كانت صعبانه عليا، بس تخيلي بعد كل الصعبانيات دي كلها ويا نهار ابيض ضحكت علينا. هي حته هي ممكن تيجي، بس عجبتني برضو فكرته. على فكره انت ممكن تطرحي اي حد حتى لو من خارج المسلسل، ممكن تطلعي ضيف شرف في الاخر جاء ويطلع له قصه احنا مش عارفين بالظبط هو اللي قاتل، فاهماني؟ فانا شويه كنت بروح لرضوى جدا، جيت فتره كنت بقول ناردين جدا اللي هي المحاميه، لانها تعرف قانون فتعرف تعمل الجريمه كامله. وبتلعب بتلعب وهي كان اسلوبها في انها عايزه رضوى، فبرضه كانت فكل على فكره كان ممكن ابقى انا برضه على اساس ان بعد كل ده وبعد ما ضحكت عليك واطلع انا، وكان ممكن فعلا تبقى فاي حد وارد، بس مش عارفه ليه كنت عايزه. انا جالي وقت كنت شاكه فيكي حد يعني كنت عايزه ما تطلعش من رضوى او نرمين او لطفي عبود.
لازم حد يكون خدع الجمهور. بس برضو اخو المحامي خدع الجمهور شوية طبعا. فهماني؟ طبعًا. فهي نفس الحكاية نفس الحكاية يعني نفس ما بعدتش حد خدعنا. هو حد خدع الجمهور وخدع النيابة وخدعنا كلنا. اكتر مشاهد ليكي بتحبيها في صوت وصورة غير المشاهدين اللي قلتي عليهم دول كانوا رائعين؟ دول بحبهم جدا. مشاهدي مع الولاد فظاع فظاع. لا 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 بجد انا عايزه اوجه لهم دول بالذات بقى تحيه. حمزه ويوسف مش ممكن. مش حمزه ده حبيبي من كامل العدل. بجد بموت فيه. حمزه انا بحبك قوي وانت بجد لما جه انا عملت لهم حلقه هنا كل الولاد جبتهم. حمزه بجد رائع يجنن. واخوه يوسف يوسف يجنن يعني بجد الولاد. شفتي اسمه يعني يوسف وهب يجد اسم تقيل يا ده ليه مستقبل بادي كده بداية تقيلة يا بجد يعني احييكوا على اختيار كل الولاد لان الولاد بجد شابو فظاع. وانا حصل تلاحم طبيعي جدا معايا ومعهم في اللوكيشن. يعني احنا امبارح كنا في ضيافة الاستاذ تامر مرتضى هو دخل ماما عارفة كلمة طول. ماما بيقولي ماما دي يعني يا جماعة الكلمة دي حلوة قوي يعني كلمة جميلة. وده كان بجد مشاعري انا حتى لسه حد كان سألني بيقولي اخر يوم تصوير جت احدى صحفيات الزملاء قالت لي ايه اللي هتفتقديه بعد ما تخلصي التصوير؟ قلت لها ولادي. قلتها بجد يعني هيوحشوني. ايه ده هيبعدوا عني يعني لان بجد الترابط الاحساس ده حلو. يعني بجد احساس حلو انك ترجعي البيت تشوفي ولادك تطمني عليهم نايمين صاحيين بياكلوا مبسوطين متضايقين. دي عشرة طويلة قوي ما يعني مش اي حد يفهمها. الرجالة تقريبا ما تفهمش شعور الام خالص. بالذات بولادها يعني. فانا بجد بحب قوي المشاهد دي لان كانت حنينة. حتى طبقات صوتي وانا بكلمهم يعني دايما مع اولادي كنت كل ما اجي اكلمهم عندي طبقة غريبة بتطلع. وحد كتب تعليق عن الموضوع ان بتستخدم طبقات صوتي مش بمزاجي. ولادي فرضوا عليا ان انا مش عارفة ازعق لهم ولما بزعق تلاقي هزه في صوتها. يعني انت فاهمه نقطه ضعفها ولادها. ولادها هي بتعمل كل ده عشان عايزه تحافظ نقطة عليهم. نقطه ضعفها بجد ولادها. ولا فارق معايا اي حاجه غير دول. اللي هي عارفه الحمامه اللي راقده على البيض بتاعها فخايفه حد يجي جنبهم ما حدش يجي جنبهم. نجحتي نجاح كبير والف مبروك لكل اسره العمل وصوت وصوره والتجربه مع حنان مطوع. جميلة جدا حنين. اولا بصي انا عندي كده بعض الممثلين بستنى اشتغل معهم. يعني بقول انا هشتغل مع دول لو جالي شغل هوافق على طول. يعني في ممثلين اللي بيقدم عمل محترم اللي عارفة ان هو ممثل شاطر ده طبعا بعد خبرة. يعني خلي بالك انا مريت بحاجات قبل كده ممكن ما كنش وصلت بس بعد فترة ابتديت اقول لا انا عايز اشتغل مع حنين عايز اشتغل مع ريهام عبد الغفور عايز اشتغل مع منى زكي عايز اشتغل مع هند صبري عايز اشتغل مع الفنانين اللي فعلا بيدوا روح للعمل من جوه من قلبهم. فانا حنين من الشخصيات دي بتفرج لها على شغل دايما حنين بتمثل من جوه مش من بره. فأنا بيمثلوا من بره كتير واكيد الساده المستمعين فاهمين الفرق ما بين والله الممثل اللي بيمثل والله من بره او من جوه. والله مدركين بيحسوا جدا عارفين بيبان في العين. صح. وعلى فكره الممثل مش كذاب ما ينفعش يبقى كذاب. يعني يوسف شاهين كان دايما يقول لي الممثل بيبان من عينه. دي اصل العين بتبين كل حاجه. ما انا ما ينفعش اقول لك انا لو جيت قلت لك ازيك يا حبيبتي وانا مش بحبك هتعرفي ان انا ما بحبكيش حتى. صح. لو خدتك في حضني وبوستك من هنا ومن هنا. صح. حتى صح. لو قابلتك من بعيد وعملت لك هاي انت بتحسيها الفايبس بتاعت الجسم. سبحان ربنا هو اللي عمل ده يعني. عشان كده بيقول لك ايه احنا بنحس بقلوبنا. صح. ففعلا الجمهور بيفهم والله بيفهم وبيحس. والتعليقات اللي جات لنا كلنا في المسلسل ده اثبتت ان احنا عندنا جمهور عنده وعي وادراك فني مرعب وعنده احساس عالي جدا. عندنا جمهور ما نضللوش بس لا عايزين لا انا احنا عندنا جمهور عايزين نعمل له شغل كويس ونختار له مواضيع كويسه ونعمل له اعمال جيده تناسب عقليته
والحاجات اللي هو بيحبها. زمان كان بيبقى فيه تنوع كتير، وكان يختار ده او يشاور على ده او يتفرج على ده وما يتفرجش على ده. في الفترة الأخيرة ما بقاش فيه التنوع ده، نفسنا نرجع مرة تانية يبقى فيه تنوع في السينما بالذات تحديدا. طبعا السينما، السينما يعني بتمر بأزمة يعني بأزمة جامدة جدا. هنتكلم اكتر مع نجمتنا اللي منورانا النهاردة، بس لو تسمحوا لي دلوقتي نطلع لفاصل قصير واسيبكم مع النشرة، ونرجع ونكمل مع الجميلة المبدعة المحترمة نجلاء بدر. انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نرجع مرة تانية مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة الرائعة المبدعة نرمين نجلاء بدر، وصوت وصورة ومسلسل حق نجاح كبير جدا في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر علينا كلنا. ولكن الحاجة الحلوة دايما بيقولوا هتتشاف، هتتشاف ولو فين. قد إيه الفن حاجة حلوة قوي ومهمة جدا، وقد إيه بالفعل بيقدر يخرجنا من أزمات كتيرة جدا، وهو ده دور الفن، إنه بيخلي المخ يروح في حتة تانية علشان نحاول نفصل ونكمل. الفن الحلو، الفن الراقي بجد بجد حاجة حلوة قوي. مسلسل صوت وصورة وشخصية نرمين، ويمكن من الشخصيات اللي نجحت نجاح كبير قوي، كنت شكة فيها نجلة جدا ان يكون هو اللي قتل عصام الصياد، ولكن وقعدت قلت له انا شكة فيك، انا شكة فيك، ولكن ما طلعش هو. بس على فكرة بس لا بس عايز اقولك ما بعدتش قوي عنه برضو، يعني مش بعيدة اخوه برضو بجد، يعني 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 برضو يعني ما بعدتش قوي عنه برضو. ولكن كان معايا هنا في اسرار النجوم الاسبوع اللي فات وكان جميل ورائع، وزي ما بيقول هو بجد الابكامينج، هو اللي جاي، هو فنان مثقف وشاطر. ويمكن لغايه دلوقتي فاكره كلمته ما قال لي انا بعمل مسلسل احب اتفرج عليه. صدقي صخر الو او لطفي عبود الو 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 والله وحشتيني انت وانت كمان قوي، ما تيجي ينفع كده نقعد اسبوع بحاله ما نشوفش بعض؟ يعني انا هسألك سؤال، طب بجد انت جنبنا تعالى. انا بعيد قوي، انا هربت انا ده كده هيعدي على انت مسافر، ده انت هربت، انت سافر اجازه. برافو. بعد بصراحه بعد ما عرفت مين القاتل ها طبعا طمنت طمنت انه مش انا وكده صح كده تشكي فيا؟ ده انا شكيت فيه، ده انت اول لما قلت انت القاتل. بس عايزه اقول لك نجلة بدر نرمين قالت لي ان انتوا كلكم ما كنتوش عارفين مين القاتل لغايه الحلقات الاخرانيه. أيوة يعني دوخنا. طب انا النهارده دوخنا والله، انا النهارده نرمين، وكلمني عن اكتر المشاهد اللي جمعتك بنرمين وكنت حاببها قوي. كانت ظروفها صعبه قوي المشاهد اللي جمعتها. يا حياتي يا حياتي. والله وحشتنا وافتقدناك امبارح بجد، وسالت عليك وعرفت ان انت خدت اجازه، وليك حق بصراحه المجهود الجبار اللي انت عملته حبيبي. ربنا يخليكي. وانا بجد يعني من دي وان اول ما شفتك في الميتنج قلت لك انا بحبك قوي. والله بجد انت مكسب فني عظيم بجد. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. وكان نفسي كان نفسي نبقى مشاهدنا اكتر سوا المسلسل الجاي. بالظبط المسلسل الجاي معسكرين ضد بعض، بس جمعنا مشهدين بالظبط وكانوا يعني حلوين حلاوه. لا والله بجد يعني استمتعت بيهم جدا. لقيت نجلة او شايف نجلة ازاي كممثله قدامك؟ لا هي بتنسى بقى نجلة دي خالص. ما انا ما فيش نزلة بتتكلم بقى عن ولادها بجد، و حازم ورامي، وان هم لا اطفالي وما كبروش، يعني ايه في الجامعه؟ انا مش مصدق ان هو في الجامعه، وانا بفضل لحظه كده اقول طب هم هي عندها ولاد مع حازم ورامي ولا احنا بنتكلم في ايه؟ ومش عايز افصلها، بس لا لا هي هي بتصدق تماما اللي هي فيه، وبس بس بس يعني خلاص بتتبناه يعني تماما. فبتبسط قوي قوي في مشاهدنا مع بعض. هو بصراحه كلنا عاملين شغل حلو قوي، ولا ينكر ان صديقي عامل بجد حاله، يعني عارفه صديقي عشان دمه كله جديد، وهو كمان بيمثل منطقه جديده ما حدش
حساسه قوي او حقيقيه قوي. فانا بصراحه من ساعه ما جه وقلت له انا متابعاك في ريفو وكنت ميته اساسا في كل مشاهدك كنت فظيع، فلما عرفت معاك في المسلسل بقيت طايره جدا بيه. وكمان اللي عمله في المسلسل مع حنان في المسلسل بجد مختلف ردوة. تماما كمان، يعني هو ما طلعش نفس الكاركتر او نفس الشكل او نفس الطريقه، هو لا درس الشخصيه زياده عن اللزوم ودخلها زياده عن اللزوم لدرجه انه المرافعه بتاعته دي اللي احنا قعدنا فيها 19 ساعه صدي فاكرها؟ فاكرها كتير. لا 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 عملها في البروفا احنا كلنا سقفنا، ده في بروفا لسه ما صورش والله العظيم كلنا سقفنا. لا بعمل مرافعه يعني، ويخلي بالك دي كانت تقريبا 16 صفحه على ما اعتقد كتير يعني. قوي على فكره، اللي بيجسد شخصيه محامي ده بجد بيبقى مظلوم قوي في التصوير، لان بيبقى ورق كتير قوي وكلام كتير جدا بيتقال. لا وانه فعلا متباني إن لا انه فعلا يؤدي دور المحامي المتباني القضيه بجد، يعني محامي في محكمه بيترافع عن متهمه بجد مش بيمثلها. ايوه يعني بجد انا مش عايزه اقارن، بس انا بقول لك هو فكرني باحمد زكي. قلت له كده المره اللي فاتت ما كان هنا في ضد الحكومه، يعني هي دي المرافعه الثانيه بعد مرافعه احمد زكي اللي حبيتيها. دي احلى تاني مرافعه اتعملت بصراحه. شرف كبير ومفرحني جدا. دي شهاده يا صدقي يعني. نجله بدر اولا يعني ليها باع طويل، وان هي بتقول الكلام ده يعني، ولعبت برضو مع الكبار. ايوه طبعا. هو برضو هو جميل والله، يستاهل كل حاجه حلوه. مبروك عليك يا حبيبي. مبروك علينا، مبروك علينا. انتوا ناجحين نجاح كبير ونجاح حلو قوي، واستمتعوا بالنجاح ده، لان مش دايما بتقدروا انكم تلاقوا الورق صح. والشغل الحلو مش دايما بتقدر انك تلاقي عمل زي ما انت قلت، لان الكلمه دي عجبتني جدا، تشوف عمل بتعمله وتحب تتفرج عليه. دي كلمة كان يعني بجد أثرت فيا، ودي حقيقية جدا جدا. فاستمتعوا وانجحوا واعملوا حاجة حلوة انتوا حابينها، وعيشوا الشخصيات، لأن يمكن قبل الفاصل أنا ونجلة كنا بنتكلم إن الجمهور بيحس قوي وعارف قوي وشايف وحاسس قد إيه إن أنت بتسيب شخصيتك الحقيقية وبتبقى متقمص الشخصية اللي أنت جاي تعملها. مظبوط صح. فالف مبروك، الف 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 مبروك. وهسألك سؤال كده كنت برضه لسه قايلها لنجلة، النهاية كان نفسك تبقى نهاية تانية؟ والله انا كان ما كانش عندي اي اعتراض على النهاية خالص، انا كان نفسي بس الجمهور يصدقها وما يحسش انه ده يعني ما نهاية مقحمة او اي حاجة. في ناس فاكره ان احنا عدلنا النهايه، لا لم يتم تعديلها فعلا، استاذ محمد سلمان ما عدلهاش. هي كانت هو يا اما لانه زرع شخصيه من اول مسلسل، هي ما اتفاجئناش بيها، ما جاتش من الاخر ومن الاول واداها مبرراتها من الاول فعلا. وكنت حاسس بقى بمسؤوليه رهيبه انه هو لو الجمهور ما شافش انه شخصيه لطفي عبود متقطعه من جوه، ما بين انه اداؤه لواجبه واحقاقا للعداله، وبين اخوه ان هو بيسلمه، ممكن يكره المسلسل يعني، ممكن يحس انه ايه النهايه الوحشه دي. حاسس بمسؤوليه انه لازم يحس بصدق بس اللحظه دي، صدق المشهد. انت عارف في حاجه كده كتبت لسه قاريها قريب، انا بما اننا انت معلش يا انجي هناخد منك لا المايك. ارجوكي حد كاتب لا اصل هو هرب رضوى وما هربش اخوه، اصل في فرق. رضوى كانت مظلومه لكن اخوه قاتل. بالظبط. في فرق ما بين الاثنين. كان في ايمان كده، احساس من داخلي ايمان ان دي بريئه، ما فيش ادله يعني، ما فيش حاجه تقدري تثبتيها ان هي، لكن ده واحد اعترف وثبت عليه القضيه، فهو الموضوع ما فيهوش مقارنه نهائي. انا مبسوطه انك وضحتي ده، لان ده فعلا اتسال كتير. لا ما ينفعش. فكويس ان هي وضحت ده. عموما احنا بنتمنى لك اجازه سعيده. اشكركم. طب مش هتعزمنا بقى على اجازه معاك ولا انت فين؟ طيب انت في حته انت بتحبيها. لا بجد. ايوه انت هناك. انت هناك. انت هناك. يلا يا جماعه شفت السانست حلو ازاي؟ قوي. مش ممكن ساعة الغروب في الشتاء في الجونة. خلاص هي قالت خلاص. انت مصر كلها هتجيلك. لا ساعة الغروب في الجونة بجد مش طبيعية. وبعدين تنزل لك صور يقولوا محمد صلاح في الجونة وتتجوز. بالظبط. انت هتبقى بقى ايه، نستخدمك بقى بداله في حاجات كتير. ايوه ايوه. اتبسط يا حبيبي وانجوي وعيش
عيش لحظات حلوة، لأن يمكن زي ما قلت في أول الحلقة، ساعات بيبقى في لحظات حزن وتعب وألم، وفي لحظات سعادة وفرح، ويمكن هو ده اللي بيدينا شوية إن احنا نقدر نكمل. افرح بنجاحك بجد. متشكر جدا، مبسوط ان انا طلعت معاكم النهارده. ميرسي، نورتينا. ميرسي يا حبيبي. ميرسي لطفي عبود المحامي، في صوت وصورة وجسد شخصية بجد رائعة جدا. نجلة، لو سألتك مين ادالك الدرس في الحياة اللي مش ممكن تنسيه؟ الحياة ذات نفسها. دي إجابة. الحياة ذات نفسها. دي دروس، مش بتدي درس واحد، لا هي الحياة. كنت فاكرة ان هقول لك بابايا، بس لا، ده الحياة ادتني درس في كل حاجة، في كل الشخصيات، مع في كل حاجة في الحياة. لا هي درس، مدرسة كبيرة كمان. يعني ايه اكتر حاجة استفدتيها من الدروس دي؟ من الدروس دي انا ما اعرفش استفدت ولا انا بقيت بارده، مش فاهمه ده ايه. لا هو اعتقد المرحله دي اللي استفدته. على فكره انا زعلت على حاجات زمان، انا كنت بتعصب وباخدها على قلبي واتضايق واكتئب، دلوقتي بقول على ايه، مش مستاهله. فانا مش عارفه انا بقيت بارده ولا انا ايه، يعني ليه بقيت الحاجات. لا ده نضج، ده نضج والله العظيم. لا لا مش عايزه اقول كلمه تانية، بس عايزه اقول لك انا بقيت كده انا كمان، يعني معرفش. بجد لا ده نضج فعلا، بس ابتديت احس بصفاء نيه اكتر. يعني انت مش فارق معاكي حاجه، ما انت عارفه انت عايزه حياه اهدى من كده بكتير. معايا تليفون تاني ونجاح اخر كبير ومهم وشخصيه بجد حبيناه جدا جدا وتعبنا جدا جدا. بالله. وليد فواز، رائع هذا النجم. مبروك مبروك، وصوت وصوره يا وليد. الله يبارك فيك يا انجي، ميرسي جدا يعني على ابن رأيك، يعني عجبك الشغل بتاعنا. انتوا عاملين شغل رائع، وزي ما كنت بقول لنجلة، في ظل ظروف صعبة واوقات صعبة قوي قوي وتقل قوي في الحياة اللي احنا عايشينها اليومين دول من كل حاجة، فانكم تنجحوا وتسمعوا، فاكيد كنتوا مخلصين قوي 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 وانتوا بتعملوا المسلسل ده. والله الحمد لله. انا بس الاول بس عايز ابدأ حاجة، بس انا عايز اقول يعني ايه، انا طبعا بسمع يعني طبعا الحلقه عشان ده دي نوجة، يعني نوجة دي الغنية. فهي طبعا لما بيكون نضج وبتاع، لا طبعا هي النضج كله طبعا. ونجلة يعني من الناس اللي بجد والله طاقه ايجابيه، وواحد بجد بينبسط لما بجد بيلاقيها في اي عمل، لان نجلة بجد موهوبه حقيقي يعني بجد والله. والحلقه جميله، وحلقه يعني ما هو نجمتين برضو يعني. حبيبي ربنا يخليك. بس عايزه اقول لك هي انا بفرح بيها كل يوم، لان هي صاحبتي من زمان قوي، والمشوار بداناه مع بعض، فلما بشوفها بتنجح وبتنور وبتعرف تختار، لان نجله يمكن ناس كتيره ما تعرفش عنها بجد ان هي حد مثقف وبتقرا وبتفهم وبتعرف تختار ادوارها، وغير حتى خالص الصوره او الشكل اللي هي بدات بيه مشوارها كممثلة. هي حد في الحياة كمان جدع جدا ومحترم جدا وملتزمة جدا وبتتحمل المسؤولية، بدليل وجودها النهاردة هنا. فببقى دايما فرحانة بيها بجد بجد. نجلة بفرح بيكي، وأما بيقولوا إن نجلة بقت كويسة بحس بحاجة حلوة، أكن حد تبعي أو أنا نجحت بجد والله العظيم. يعني دايما بحس كده إن صحابي أو صحابي القدام دول، لأ أما حد بيقول فيهم كلمة حلوة بحس لأ واو، يعني she's doing good، شاطرة والله بجد. أنا ممكن بس أقول كلمتين لأستاذ وليد أرجوك، أقولهم له بقى عشان إيه قدام الناس كلها. أولا إحنا أول مرة نشتغل فيس تو فيس، أو معرفش مش فيس، لا إحنا اشتغلنا في حاجات بس ما تقابلناش. صحيح. وتوطدت العلاقة في المسلسل ده كفنانين، يعني أنا كنت بتفرج عليه ومنبهرة جدا. انت فاهمه الاحساس ده اللي هو ايه؟ الله يخليك والله بجد هقول الصراحه يعني، فانا عماله اتفرج عليهم مبهره جدا، بس معيش نمره تليفون، عمري ما فكرت اكلمه. فانا دايما عماله اتامل، لان هو صانع كاركترات، صانع. يعني انا ممكن انا حتى قلت له انا مدرستي ان بحفظ الكلام، بحبه، بطلعه باحساس الشخصيه. هو لا، هو بيصنع شكل وطريقه واداء. ويمكن لسه استاذ محمود عبد التواب امبارح كان بيحكي انه عمل له مشهد بثلاث طرق. حصل امبارح لسه كان بيحكي. ده انهي مشهد؟
هو عارف بقى لانه كان مع استاذ هو انا بس القصه ان انا مش عايز اخد المجال من نجلة. لا انا عامله المكالمه دي عشانك بقى لو سمحت. انا اللي طلبت يكلموك. الله يخليك. انا اللي طالبه. اولا طبعا انا متشكر قوي طبعا للكلام اللي انت بتقوليه. دي شهاده كبيره جدا من ان انا موهوبه وانسانه بجد، انسانه جميله جدا ونقيه جدا. وفعلا انا سعيده نجلة والله العظيم ان انا بكلمك دلوقتي في حلقه مع انجي علي حبيبي. انا بحب البرنامج ده جدا، وانت يا نجلة تستاهلي كل خير والله العظيم حقيقي يعني فعلا. وده يعني حبيبي. احتفاء يليق بنجلة. طيب المشهد ده لا يقصد عليه بقى. المشهد ده المفروض انه في مشهد كده في الحلقه 29 انه عبد الغني واقف قدام الضابط، فالضابط يعني بيقول له انت من الاخر انت شبه سعاد. هو بيقول له انت شايفني واطي قوي شايفني واطي قوي كده يعني. المهم فبيقول له انت بني ادم متخاذل و المهم هو بيقول له لا انا مش متخاذل ولا حاجه، انا ما اخترتش اي حاجه في دنيتي، الدنيا هي اللي مفروضة عليا وظروفي كذا 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 كذا. فلما انا قابلت نجلة امبارح ف يعني كنا موجودين يعني في سير. طب ما قلت لهاش الحوار برضه بس هخليك تقوله. يعني عايزك كلمتين اسمعيهم بجد. قوله عجبوني. هو بيقول له ما اخترتش ان انا يكون ان انا يجي لي السكر وان السكر يضرب في رجليا فاحتاج اعمل عمليه فمعيش فلوس فاستلف، فعشان استلف فاتدينت فخليت مراتي تنزل تشتغل عند دكتور، والدكتور يطلع دكتور متحرش فيتحرش بيها، فلما يتحرش بيها تيجي تستنجد بيا، ما اقدرش ان انا احميها، فقدام المجتمع كله اطلع ان انا جبان. يا راجل ده انا قلت لمراتي ان انا جبان في اكتر من كده، وتقول لي شماعه. شماعه ايه يا باشا؟ انا ما اخترتش اي حاجه في حياتي، انا كل حاجه اتفرضت. حوار حلو قوي 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 والله بجد. امبارح قابلته قلت له انا الحوار ده هو فيه ارتجال، انا عارفه ان اكيد لازم يبقى فيه ارتجال يعني في حاجات كده ساعات بيبقى له بتحطوها طبعا في الكلام طبعا. فكان قلبي حاسس. كنتي حاسه ما كنتيش تعرفي خالص؟ لا وطلع كده الحمد لله منه هو يعني شاطر. المهم اشكرك طبعا. انا برضو هرجع تاني اقول لك انه نجلة هي يعني نجمة الحلقه دي، وانا مش عايز اخد من الوقت كتير، لكن انا حبيت ان انا بجد والله ده انت تزيدني نجوميه والله العظيم وحياه ربنا. وبجد يعني وجودك وسطنا في عالم الفن المصري مهم. الله يخليك يا نجلة. احنا عايزين ممثلين كده يعني صدقي صخر، وليد فواز، عمرو وهبه، كل دول ناس جديده بجد. مش جديده بس ناس شاطره اخذوا الفرصه. معلش اخذوا الفرصه دلوقتي يعني هنقول جديده انه يعني ايه فيرجن جديد هنقول. لا يا وليد لا انا عايزه اقول لك على حاجه. احنا عندنا ممثلين كويسين قوي للاسف الشديد بيتنسوا وبيقعدوا في البيت غصب عنهم، وفي ناس تانية بتطلع وبتشتغل وبتبقى الناس بتسقف لهم، وعندنا بجد ناس موهوبة بجد جامدة جدا، وللأسف الشديد ما بتجيلهمش الفرصة. وأول ما بتجيلهم الفرصة بيبدعوا، زي ما انت النهاردة ما يجيلك شخصية زي عبد الغني بتبدع، زي ما يعني طول الوقت انت صعب انك تلاقي أدوار كويسة، صعب انك تلاقي ورق كويس، صعب انك تلاقي مخرج بيطلع منك. يعني احنا للاسف احنا عندنا مشكله كبيره قوي، ده عايزه حلقات وحلقات تانية وانا كنت بتكلم فيها. لكن بجد احنا عندنا ممثلين هايلين، وفي ناس تانية فاضيين جدا بيمثلوا من بره جدا وبتلاقيهم في اعمال كتير. انجي متضايقه من جوه قوي. انا محروقه الكلام من قلبها. انا محروقه جدا. اصل انا بشوف وعارفه والجمهور بيحس على فكره كمان. فخلينا صراحة يعني احنا خلينا صراحة وبنتكلم بوضوح جدا. واتمنى الناس فعلا اللي موهوبة بجد واللي بتحب الشغلانة دي بجد واللي عايزة تغير، يا ريت السادة المنتجين والقائمين على هذه الصناعة يكتبوا وينوعوا ويشغلوا الناس دي اكتر يعني. صحيح. وانا يعني ان شاء الله حطيتي على صوتك كده، وان شاء الله ده هيحصل الفترة الجاية كلها. يعني في اهتمام بجد بالمواهب واللي جاي كله كويس. وانا يعني عايز بجد من خلال الحلقه بتاعتك، انا عايز بجد والله العظيم من قلبي، مش عشان انا فعلا يعني نجلة ليها معزه انسانيه جوايا، والانسانه دي انا فعلا انا بحب روحها وطيبتها وطاقتها الايجابيه اللي في اللوكيشن مع كل بني ادمين. انا عايز اشيد بيها بجد في دورها بجد. هي عامله دور اكتر من رائع
ومغيره من جلدها تماما. وانا بقى كراجل بتفرج يعني بتهيألي بفهم شويه على قد يعني. الست دي عامله في مشهد قوي جدا 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 اللي هو مشهد المواجهه ما بينها وما بين يعني حبيبنا وصديقنا طبعا اخونا مراد مكرم. مشهد فعلا بجد يا نجله بجد you did a great job. بجد يعني شابوه ليكي، انت محترفه وموهوبه وتستاهلي كل الخير وانبسط بنجاحك يا حبيبتي. وبجد احنا اللي تشرفنا ان احنا بجد معاكي يا رب يجمعنا دايما يا رب. وانا ده شرف ليا بالعكس، انا مبسوطه جدا. وعلى فكره اول الناس اللي بعتت لي مسج من غير ما يبقى فيه رقم تليفون كان وليد فواز، بعت لي على الفيسبوك قال لي مبروك انت عامله شغل حلو قوي. فمش متخيله قد ايه الرقي الفني اللي عنده. الله يخليك، الله يخليك يا نجله. انا بشكرك على المسج دي، بشكرك بجد يعني فرقت معايا كتير قوي. الله يخليك، وبشكرك على المكالمه الحلوه دي. يا حبيبتي انا اللي مبروك والله يبارك فيكي انجي. وان شاء الله كده يعني اكون عندي حظ حلو وان شاء الله واطلع معاكي. لا قريب قريب جدا. ايوه نكلم نجله. ايوه قريب جدا ان شاء الله. قريب ان شاء الله. وان شاء الله الاعمال اللي جايه تبقى حلوه يا وليد يا رب. ليك ولكل الناس اللي موهوبه بجد، الصدقه بجد، لان الفن ده حاجه حلوه قوي. واحنا طول عمرنا مصر عندها ممثلين حلوين ومهمين وجامدين جدا بجد يعني. صحيح. ميرسي جدا يا انجي، ميرسي جدا ان انت خليتيني اكلم يعني واحده من الممثلات اللي بحبهم جدا. ميرسي ان انا معاك النهارده. انت عامل دور ما حصلش يا عبد الغني. رهيب 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 بجد والله العظيم رهيب. مش كده مش كده بجد. مبروك مبروك ليكوا كلكوا بجد. الف الف مبروك على صوت وصوره. مبروك الف مبروك. يلا هذا جود ون. ميرسي ميرسي حبيبي. شكرا شكرا. ايه اصعب الاختيارات اللي اخذتيها في حياتك؟ الجواز. كان صعب؟ لان ما يعني ما كنتش حابه ان انا اتجوز في عدم وجود بابايا ومامتي. فده قرار بقى لوحدك يعني، انت اللي مسؤوله عنه. يعني كنت الاول بترجعي مرجعيه لوالدك والدتك، حباه مش حباه، هو راضي مش راضي. فاتجوزت بعد وفاتهم بفتره، بثمان سنين يعني، بعد غيابهم بثمان سنين. ففجاه حسيت ان انا مسؤوله عن هذا القرار من 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 الالف للياء. وغير كده ان ما فيش بقى يعني هرجع لمين لو حصل مشاكل يعني. طبعا ربنا يخليه لاخويا، اكتشفت بعد كده ان هو ادى الدور ده، بس ما كنتش متخيله. يعني انا كانت دايما مرجعيتي بابا. يعني هنتخانق هروح بيت بابايا، فانت فيش انت لوحدك كده. بس الحمد لله ربنا عوضني باخ جميل قوي نادر. ما تخيلتش في لحظة انه هيأدي نفس الدور ده بزيادة. بس بجد حبيبي. لا يعني حصل معايا مواقف، هو وقف معايا، مش خناقات ما بينه وبين جوزي بس. يعني كان ليه بجد اكيد إحساس. على فكرة وحتى لو خناقات ما ده بيحصل في كل البيوت مش على فكرة، مش مشاكل يعني كبيرة. بس هو حسيته اب حكيم قوي يعني. يعني فعلا بابا ربى فيه الابو. anyway يعني هو ده كان اصعب قرار فعلا. ده كان اصعب قرار. صعب مصير صعب. فجأة تلاقي نفسك. اكتر دور عملتيه وعفيفي جوزك حبه لك، بنوجه لك تحيه يا عفيفي. حكايه حياه. بيحب قوي الدور ده. هو بيحب الشخصيه، بيحب إيناس. بيحب إيناس يعني. هو إيناس دي هي سبب انه حبني انا. الله. عجباه إيناس بشكلها بطريقتها. يعني إيناس دي بالنسبه له ست جامده يعني. يعرف اللي هو انا بحب الست دي. لو سألت. بس هو حب شخصيات كتيره بعد كده، بس دي السبب معرفتنا ببعض كانت إيناس. طيب دلوقتي لو هتعلقي صورة في السلسلة انتي لابساها على صدرك، هتبقى اني شخصية انتي عملتيها؟ حياة. فيلم أستاذ داود أبو سعيد. بتعتزي قوي بالعمل ده؟ بعتز بأستاذ داود ذات نفسه. يعني هو مش بتاعنا الفيلم ده، مش بتاعنا كلنا. احنا كنا اداة جوه الفيلم ده عشان استاذ داود عبد السيد، عشان اسم الراجل ده، عشان تاريخه، عشان رؤيته للفن. انا مدرسة الفن بتاعت استاذ داود مش هتتكرر ومش موجودة. ده حقيقي. لا انا قربت من الراجل ده، دخلني عالم اخر. عارفة لما تدخلي صندوق الدنيا، فاكرة زمان يقولك صندوق الدنيا. هو دخلني صندوق السينما.
الرؤية بتاعت الناس في حتة، وأستاذ داود عبد السيد بالنسبة لي في صندوق السينما من جوه. وأفضل اختيار عملتيه ده؟ والله كلهم يعني، أنا ما عنديش أفضل اختيار يعني، أنا كل عمل هقول ده الأفضل يعني. النهاردة هقول لك ده الأفضل، السنة الجاية مع آخر عمل بتعمليه بتحسي إن هو أفضل الأفضل حاجة. آخر حاجة تابعتيها وأثرت فيكي، أو أداء ممثل ما أثر فيكي جدا وكنتي تتمني تعمليه؟ منى زكي تحت الوصاية. عبقرية مش طبيعية يا جماعة. لا عبقرية يعني، أنا بتفرج عليها عارفة لما تقولي معقول أنا في يوم من الأيام هبقى زي منى زكي، هوصل لهذا النقاء من الأداء والتقمص والحب والإتقان والمشاعر والسايبة نفسها يعني. كلنا في يعني، أنا جيل من الناس اللي بقول يا رب أبقى زي منى زكي. يا حبيبتي آه جميلة، عايزة النهاردة استغل الفرصة دي واقول ان منى زكي امبارح كانت بتتكرم في مهرجان شفت الضيافة في دبي، وبحييها جدا وبحييها اكتر على الكلمة اللي قالتها. يعني لقيتها على انستجرام اتفرجت عليها امبارح، يعني قالت كلام مهم، وقالت ان الانسانية دي بتتولد جوانا، ولا ينفع اورجنايزيشن ولا حد يجي يعلمها لك، محدش بيعلم خالص، فالانسانية دي فعلا بتتولد جوانا، و مفيش حد خالي من الإنسانية إلا ناس معينين. ده أكيد، ده هما مش ناس بقى يعني، هما مش ناس بيحصل ده بصراحة يعني. بره أي حاجة مش عايزة أخش في الموضوع، بس بجد أبقى أهنيها فعلا على التكريم ده، وأهنيها على الكلمة. وفعلا تفتكري منى زكي أو حد زي منى زكي إيه اللي بيخليه يبقى كده؟ يعني منى زكي في تحت الوصاية يا نجلة تخلت عن كل حاجة زي ما انت قلتي، وسايبة ايدها خالص بشكلها بلبسها بضواف كل حاجة، بظروف التصوير اللي هي عاشتها كمان، الظروف كانت يعني شنيعة قاسية جدا، قاسية يعني. جدا. النهاردة صعب قوي تلاقي فنانين بيتنازلوا كل التنازلات دي عشان الشخصية اللي بيجسدوها. بعض، انا مش بتكلم على كل، ما هو لو بنتكلم بقى فنان ولا ممثل في فرق. في فرق، قولي لي الفرق. لا الفنان حاجة والممثل حاجة تانية يعني. أنا فنان، هي فنان. الممثل دي مهنة، الفنان عنده إحساس أعلى بكتير، هي فنانة. أصل أنا بشوف مثلا، أنا مش عايزة أطلع نجمة وخلاص ونحط رموش ونركب ضوافر يعني. لا ولابسين والشنطه والقصير او الطويل يعني، بحس مش فعلا مش ديفلي ان مش يعني مش لا لا وبيبقى مش في الشخصيه ومش في المكان يعني. ممكن تكوني مثلا في اسم او في حاجه لابسه غلط، شكلك غلط، مش عايزه اقول لك على حاجه. كل حاجه بتلبسها الشخصيه او بتحطها ليها دور يعني، بتاخد اوردر زيها يعني. انا بقول مثلا المشهد ده فيه مكياج، المشهد ده ما فيهوش مكياج، يبقى المكياج لم يحضر في هذا المشهد. الالوان لم تحضر في هذا المشهد، عندها حضور. فاهماني؟ صح. فانت مش الموضوع ان يلا نختار لبس حلو، اللبس الحلو ده هنلبسه ليه، وهي ظروفها النفسيه ايه، وهي رايحه فين، وهي بتتكلم عن ايه، وهي يعني في تركيبه متكامله للموضوع. ما هياش يلا نلبس الطقم ده عشان الديكور لونه كذا، عشان زميلنا لابس لون كذا، فنبقى لايقين على بعض. الموضوع مش كده خالص. هي دي بالظبط منى زكي، دي او دي التركيبه كلها اللي عملت العمل ده. هم ما فكروش ان احنا معانا الفنانين، احنا معانا الشخصيات الحقيقيه بشكلها بريحتها يعني. لدرجه ان انت بتتفرجي على المسلسل شم ريحه المكان، شم ريحه السمك والزفاره بتاعت السمك. أيوة. بالظبط. لو ما كانوش لابسين كده وشكلهم كده ما كنتيش مش معقوله هبقى في وسط السمك وحتى رموش وحتى فندق بقى اكيد هتشمي ريحه حلوه. ايوه صح، فاهماني؟ ايوه هتشمي ريحه حلوه، او الهدوم مكويه. صح صح صح. فالصدق في الموضوع، المجهود اللي كلهم اشرفوا عليه دون استثناء يعني، كلهم 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 بالصوره يعني، بالاخراج، بالكلام، بالحوار، بالتمثيل. عشان كده لما في فنانه زي منى زكي تعمل كده، فهي فاهمه انها بتعمل فن. تعمل فن، ده الفن. اشوف اللوحه احسها، اشم ريحتها، احس بطعمها، اسمع صوتها. حتى لو هو المكان صامت اسمع صوتها. هو ده الفن.
مش مطلوب مني ان اشوف جماله وخلاص. على فكره من قمه القبح ممكن تطلعي جمال طبعا والله طبعاً. عظيم. ايوه طبعا طبعا. بيقولوا لي ان الوقت بيخلص بس انا لسه ما في حاجات كتيره جدا ما حسيتش. لا انت اكيد بتهزر صح يوسف ولا انت عايز تمشينا؟ لا لا بجد. طب انا هنا عندي اسئله سريعه بسرعه قبل ما نختم. ايه اللي نجله مش ممكن ابدا تغفره للراجل؟ خيانه. لو جوي... in general مش خيانته مع ست، الخيانه، خيانه الكلمه، خيانه الوعد، خيانه. لو جوزك طلع متحرش زي عصام في مسلسل صوت وصوره، هتقدري تعملي نرمين عملته؟ هيتقتل؟ لا هيتقتل. او هتقدري تفضلي محافظه على الشكل ده وتكملي؟ بس اعالجه. لو ما تعالجش لا لازم انسحب. دي نجله. دي نجله. لازم اصل المتحرش ده مريض، ده نوع من امراض على فكره. انت تخافي تعيشي مع ده؟ انا خاف اعيش اقعد مع حد كده حتى لو جوزي. ما هو اكيد هيسبب لي ازمه نفسيه. بس لو هو اصلا متحرش مريض على فكره. يعني دي امراض نفسيه، مش دي لازم هيطلع لها مخزون نفسي، مرض نفسي. فيا يتعالج ليا مع بس لا متحرش دي صعبه، هتجلده 500 جلده. نجله ضعيفه لما بتحب؟ كنت حاسه انك بقيتي اجمد. طبعا طبعا. يعني في حاجات بكيت عليها دلوقتي لما بفكر فيها لا يمكن ابكي عليها تاني. يعني انا عشان كده بقول لك انا في وقت دلوقتي بقول لك في حاجات مش مهم، ليه اعمل في نفسي كده؟ عارفه. وعلى فكره كل واحد بياخد مرحلته، ده طبيعي. يعني انا بشوف بنات بتعيش نفس اللي احنا عشناه، مش قادره انصحها لان لو نصحتيها وقتها مش هتسمعك زي ما احنا كنا، ما كناش بنسمع. فهناخد مراحل. عشان كده تلاقي الكبار تقول لك سيبيه ما تكلموش، وانت يعني ايه ما تكلموش؟ انت فاهمه دلوقتي انا اللي بقول سيبيه ما تكلموش، فاهمه؟ بقولها لنفسي حتى ساعات. فاهمها جدا. يعني كانت زمان يتقال لي ان كل سن وليه حلاوته. ايوه وفهمت حلاوته دلوقتي. يعني كان زمان الناس خايفه قوي ان هي تكبر او تبقى مش عارف في الثلاثين او في الاربعين او وات ايفر. دلوقتي فعلا كل سن وليه حلاوته، ولازم تعيشي كل مرحله وتاخدي الوحش اللي فيها والحلو، والحلو اللي بس فيها. تطلعي بأقل الخسائر، ده اهم حاجه. مصدر قوتك؟ ربنا بصراحه، ايماني بربنا او قوه ربنا. اصلا انا عندي ايمان قوي بربنا وقوته انها بتحتويني. بتحلمي بايه لنجله؟ والله عمري ما فكرت في حاجه زي كده، انا عايشه يوم بيوم. النهارده نفسك نجله ايوه تعمل ايه؟ اسافر. بزي صدق يا كلكم تعبتوا في تصوير المسلسل. انا بحب السفر. ايوه انا عارفه. يعني طبعا يعني انا كائن قاعديني بس طبعا بلاش ابعد عن مصر كتير. بس انا السفر ده بالنسبه لي كاني باخد نفس. بتتجردي بقى من شغلك، من نفسك، من شكلك، من يعني انت في عالم اخر مع ناس ما تعرفكيش، في بلد تانية وتشوفي ناس تانية، حاجه بقى جديده يعني غير الشخصيات اللي احنا ما اعرفش. انا بحب السفر. نجله النهارده ايه الشخصيه الحقيقيه اللي نفسك تجسديها؟ لسه قايلاها امبارح يخرب بيت عليكي. شفتي كنت معاكي ولا ايه؟ حتشبسوت. لسه لان كنت لسه بقرا عنها بقالي فتره، واكتشفت ان الست دي انا ما لسه ما كملتش قرايه، بس اكتشفت انها اول ملكه تلبس لبس راجل. وان اللي عمل لها المهندس اللي عمل لها المعبد بتاعها اللي هو مشكوك في الموضوع تاريخيا اذا كانت حبته ولا لا، عامل المقبره بتاعته جنبها وعامل ممر تحت ما بين المقبرتين علشان يتقابلوا بعد كده بعد في البعث بتاعهم. انت فاهمه المعلومه دي كانت مكتوبه؟ لا مكتوبه، وعماله بقى لي بقرا فيها وابتديت اشوفها انها وكان مرفوض انها تمسك ملكه لانها كانت ست واتجوزت واحد علشان يبقى هو الملك، بس هو كان شخصيته واقفه، هي اللي كانت بتقود في الباطن علشان ما يعرفوش ان هي اللي بتقود. ودي اللي دخلت التجاره وعملت تبادل تجاري ودخلت الاقمشه ودخلت عطاره. يعني الست دي غريبه، يعني ما حدش اتكلم عنها كتير، بس انا لسه قاري عنها قريب. يعني سبحان الله كنت لسه بقرا. انت تفتكري ليه احنا مش بنعمل الاعمال دي في السينما او في التلفزيون؟ مكلفه جدا يعني. مش لازم اعمل حتشبسوت، بس انت لا لو رجعتي يعني. انت لو رجعتي لتاريخنا كله في حواديت وقصص ممكن تتعمل بدل ما تقتبسي تتعمل وبدل ما وكل تعملي فورمات بس انت عشان تتعرضي للحقبه التاريخيه دي
محتاجه تكلفه ديكور، مش ديكور، نقول هنصور في المعابد مع انه مش كل المعابد هتقدري تصوري فيها، تمام، لكن هتضطري مقابل الخارجي في دخلي، الدخلي ده هتعمليه ديكور، مش كل اللي هتقدري تدخلي تصوري، يعني في اماكن ما ينفعش ما بقتش تدخل فيها موجودة كمان وما ينفعش موجودة. تدخلي فيها باضاءتك ومعداتك والحاجات دي. فادي تكلفه الماتيريال، اللبس والتصميم والعربيات بتاعت زمان وادوات الحرب، الحاجات دي مش موجوده. خدي الخط ده كل الدرامي. ده تصميم. خدي الخط الدرامي هتعمل انت لازم تعمليه حقيقي. احنا دلوقتي في عصر تاني، انا مش باخد، انا مش بعمل مسلسلات زمان، اصل انا بشوف ان الحواديت تجنن، وهتدخل عندك شغل جرافيكس وشغل، يعني موضوع مكلف على فكره. بس عشان مكلف، مكلف جدا، ودلوقتي مكلف. يعني دلوقتي انت على فكره، زمان حتى لما كنت بحضر والدتي زمان في التلفزيون كانوا بيصنعوا الدرع والسيوف، ما هي دي مش حاجه موجوده في السوق، مش هتنزلي تقولي الراجل عايزه 500 سيف، هتلاقي الراجل مش هتلاقي، فبتروحي الواحد بتاع نحاس وواحد بتاع حديد يعمل لك البتاع ويعمل لك الهند. ودي تصميمات ان لازم يبقى مطوع، عربيات الفرعوني، اللبس، الشبشب اللي كانوا بيلبسوه في رجليهم، اللبس بتاعهم، التاج اللي كان، انت فاهمه التكلفه. انت لو مجاميع عندك 500 واحد، 500 واحد بتلبسيهم اللبس ده، ودي ماتيريال مش متوفره، ما هياش هتنزلي تقولي عايزه قميصين وبنطلونين للنجم، فاهماني؟ يعني عليه العوض يعني محتاجه انتاج مشترك اكيد، يعني ده لازم مش منتج وحده اللي قادر عليها ومنتج وحده، ودي تخوف يعني، فاهماني؟ بس هي بجد تكلفه كبيره، يعني كمان مع ارتفاع الاسعار، مع زياده العمله، مع يعني خلي بالك في تفاصيل كتير. يعني اخر حاجه وما اتكلمناش فيها للاسف عشان الوقت، بتحلمي بايه للسينما المصريه؟ لان السينما بتمر بازمه حقيقيه. هي طبعا السينما من اول الثوره وهي في حاله تدهور، بعديها جت كورونا، وخلي بالنا فن السينما بالذات ابتدى يندثر على مستوى كل العالم مش مصر بس. يعني خلي بالك البلاتفورم ابتدت تاخد منه كتير، لان كان الاول مشاهد بينزل من بيته ياخد دي خروجه ويدفع فلوس عشان يدخل يتفرج على فن. الموضوع صعب في ظل التكنولوجي برضو اللي بقت موجوده، ان الحاجه بقت عندي في البيت، فانا ايه اللي هيخليني البس الا لو كانت خروجه وفسحه برضو زي ما تاني. بس انت لو لقيتي فيلم حلو قوي في السينما مش هتروحي تشوفيه؟ لا هروح، لان انا بحب شاشه السينما وحجم الكادر. يعني خلي بالك حجم الكادر ده مؤثر، انت تدخلي في هذا العالم، انت فاهمه شاشه السينما ايه اللي بيخليكي النهارده ما تروحيش؟ مش لاقيه افلام تتفرجي عليها؟ افلام بقت كلها يمكن مش ذو قيمه. مش لاقيه افلامي، ثواني، انا عندي افلام. ممكن على نوعيه الافلام اللي انت بتحبيها. بس هو بقى إيه؟ انا موافقه ان الافلام اللي انت بتقولي عليها تكون موجوده، بس برضو الافلام دي تكون، يعني ما هو ده التنوع، ادونا الحريه نختار احنا نشوف ايه ولا ايه ولا ايه. عايز اروح فيلم كوميدي الاقي، عايز الاقي فيلم اكشن الاقي، عايز الاقي فيلم دراما الاقي، والاقي من الفيلم اتنين وتلاته واربعه زي زمان. يعني انت معدل الانتاج اساسا في السنه دي تعتبر كارثه، انت فاهماني؟ طب دور السينما دي كمان هنقفلها، هنهد المباني ولا هنعمل ايه؟ فلازم ترجع تاني احياء السينما. مش عارفه هو الموضوع مشكلته فين، يعني مشكلته فين في تكلفه الفيلم. طب ما تكلفه الفيلم لازم يبقى فيه ناس بتنزل تدفع تيكت عشان تعوض المنتج الصرف. خلوا بالكم السينما صناعه، زي دي سلعه استهلاكيه لازم الناس تروح تاكلها، صح، تشتريها، صح، تتعامل معاها. مش ان انا بعد ما اصرف كل ده واعرضها في السينما وبص الاقي ناس ما جاتش. الخطا عند مين؟ هل لسه مش لاقيين، مش عارفين نعرف تيمه الجمهور ايه؟ طب ليه بنلعب على تيمه واحده؟ لان خلي بالك احنا من زمان بنلعب على تيمه واحده، هي واحده بقالنا اكشن سنين. يلا اكشن كوم، بنقعد نجس نط. لا بس دلوقتي هي تيمه واحده بقالنا كتير قوي، وهي الكوميدي او الحاجات الخفيفه. ما انا هقول لك الكوميدي ليه، عشان احنا تعبانين من الاحداث اللي بنشوفها في الواقع، زي احداث مثلا فلسطين. يعني مثلا ليه ممكن تلاقي في وسط الاحداث دي مسلسل كوميدي فعلا ينجح؟ ليه؟ علشان احنا بنهرب من ده، عايزين ما نشوفش كل المأساة. فتروحي بقى في وسط ده انت مثلا عماله تتفرجي على احداث فلسطين، تروحي تنزلي السينما تلاقي فيلم بيتناقش عن قضيه كئيبه، فانت ترجعي مدمره نفسيا. فلازم يكون موجود الكوميدي ده، ده اساسي، انا موافقه. ولازم تكون موجوده الفيلم اللي مالوش معنى مش مهم. انا المهم عندي حطوا لي اختيارات كتير، تنوعوا. هل دي بقى مشكله جهات الانتاجيه؟ أنا مش ولا مشكله اصل ده يقول لك الجمهور هو اللي عايز كده؟ لا 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 لا، الجمهور مضطر، ان ما عندوش اختيارات، هو ما عندوش اختيار، هيشوف ده مش هيشوف. يا جماعه انا بقيت بتفرج على افلام ابيض واسود دلوقتي، بس جدا ومواضيع. انا اخر مره بجد قعدت اتفرج على مجموعه افلام لاستاذ وحيد حامد،
اه طبعا وحشتني وحشتني الانسان يعيش مره واحده. الارهاب والكباب، والله قعدت فجاه الغول، عادل امام ونيلي الغول، افلام بجد ايه الحوار ده وايه، مش ممكن مش ممكن يعني. فعارفه كده بتحسي وانا بوضع. بحب السينما، كلنا بنحب السينما على فكره، وستيل الشعب بيحب السينما طبعا. ما اعرفش هل تكلفتها بقت اعلى برضو مع الظروف اللي احنا فيها، هل محتاجه مواضيع تانية وتغيير؟ لا، محتاجين القائمين على صناعه السينما يقعدوا مع بعض كده ويخرجوا من المأزق، يعني لازم نخرج بسرعه بالمأزق ونحل صناعه السينما. نسيبنا بقى عن موضوع ان احنا مرينا بثوره ومرينا بكورونا ومرينا كل ده، خلاص راح، ودلوقتي المفروض نرجع تاني نستنى الخروجه بتاعت السينما والفشار ونقعد نتفرج. دي يعني كانت متعه، كانت طقوس. نجلة بدر، للاسف الوقت جري معاكي بسرعه وفعلا جدا جري قوي بجد. قوي، ولكن في نهايه الحلقه اتمنى ان احنا نكون قدرنا نخرجك شويه او نفسلك شويه بصراحه، وده دورنا بصراحه. زي ما انتي وزمايلك وشغلكوا بيخفف عننا، احنا كمان دورنا ان احنا نخفف عن نجومنا اللي احنا بنحبهم لما بيكونوا بيمروا بفترة صعبة جدا. بشكرك من قلبي، وكل إدارة القناة النهاردة بتشكرك على وجودك النهاردة في ظل الظروف الصعبة دي. بتمنى لك التوفيق من قلبي في كل حاجة جاية إن شاء الله. والموت هو الحقيقة الواحدة اللي هي هو الحقيقة الواحدة، وأي حد بيرحل هو أكيد بيكون في مكان أفضل، أكيد بيكون في حتة أحسن. بنترحم على كل أمواتنا وكل الغاليين علينا، لأن كلنا فقدنا ناس عزاز جدا جدا على قلبنا، كلنا كل يوم النهاردة بنفقد ناس، والأحداث المأساوية اللي بتحصل في فلسطين، فللأسف الشديد أن أصبح الموت حوالينا وبيننا كتير. فنترحم على كل الناس، ولكن لازم نكمل، لأنه لازم نستمر طول ما احنا موجودين على قيد الحياة، والبقاء لله، الدوام لله. بس أنا بس عايزة أقول كلمتين، الموت رحمة، وخصوصا المريض ما بنتمناش نشوفهم في مذلة أو في ألم، فربنا يرحم موتانا ويصبرنا على فراقه. بشكرك جدا. ميرسي يا حبيبتي. استنونا اكيد الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده. كنتم مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.